للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل الأستاذ خالد زين الدين الباحث السياسي. أستاذ خالد مساء الخير. مساء الخير. بداية إذا كانت هذه هي قناعة الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين، وعلى جانب آخر الولايات المتحدة الأمريكية في تصريح لبايدن أكد أن سياسة نتنياهو تضر بإسرائيل أكثر من استفادتها منه، يعني لماذا إذن يعاق فكرة حل الدولتين إذا كانت هذه هي الآراء الأوروبية والأمريكية؟ أولا يريد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي توجيه عدة رسائل للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة نرى اليوم هناك تباين في الكثير من وجهات النظر وفي المواقف الأوروبية والأمريكية، وهناك خلافا كبيرا قد خرج إلى العلن وإلى العلن، وهذا ما رأيناه من خلال تهديد الولايات المتحدة الأمريكية الدول الغربية من الخروج من الناتو التي تشكل 81% من قوة الناتو وتشكل مظلة أمنية للناتو للدول الغربية في مرحلة حرجة تتعرض فيها الدول الغربية لتهديد جيوسياسي. هنا يريد توجيه رسالة أننا لا نريد العودة إلى العام 1955 والعام 1960 عندما أصبح الاتحاد السوفيتي ثاني أكبر مصدر للنفط، وبدأت المنافسة السعرية بين شركات النفط العالمية في ظل الفائض الانتاجي الكبير، حيث كانت الشركات النفطية السوفيتية تبيع النفط بأقل من سعر السوق التي تبيعه باقي الشركات المسيطر عليها من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وهنا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها حاولوا عرقلة وصول النفط السوفيتي إلى الغرب ومنع حدوث أي اتفاق لشرائه حتى لو تطلب ذلك الأمر استخدام القوة، وهذا ما حصل مع شركة إني الإيطالية عندما تم اغتيال مسؤولها عام 1962 الذي كان يعمل على مدخل أنابيب نفط إلى أوروبا الشرقية. وبالتالي يريد أن يوجه رسالة ثانية ويثبت ذلك بأن الميناء الذي تريده وتريد بناءه الولايات المتحدة في غزة ما هو إلا قاعدة أمريكية، بالتالي وضع يد أمريكية على مصادر البترول المستكشف في شرق المتوسط، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تسيطر على ما تبقى من مشتقات ومصادر بترول ونفط في الدول العربية وبعض الدول الخليجية بالاتفاق مع تلك الدول الخليجية وبالتعاون معها. وأيضا هنا يريد أن يؤكد لهم رسالته الثالثة بأن الغرب لا يستطيع التعامل مع إيران وشراء المشتقات النفطية منها خوفا من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة. واليوم بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أرغمت الدول الغربية على دخولها وفرض عقوبات قاسية وشديدة على روسيا ومنعها من استيراد المشتقات النفطية والمصادر البترولية والغاز، وكل ذلك أدى إلى تضخم وإلى مشاكل وإلى أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وجيوسياسية في الدول الغربية. هنا يريد أن يقول للولايات المتحدة الأمريكية كفانا حروب وكفانا أزمات وكفانا مشاكل أولا. ثانيا هو يريد أن يوجه رسالة سياسية للولايات المتحدة الأمريكية ليحصل على جزء من المصادر البترولية المستكشفة في الشرق المتوسط لينقذ الدول الغربية والصناعات الغربية والمصانع والمؤسسات والشركات من الإفلاس والانهيار. وأيضا هي محاولة لربح التعاطف العربي وإيحاء للعرب بأن الغرب ليس كل الغرب داعم لإسرائيل، بل هناك جزء كبير من السياسيين الغربيين بالإضافة إلى الشعوب الغربية هي داعمة لحل الدولتين وداعمة لحقوق الفلسطينيين. وهنا أيضا يريد توجيه رسالة إلى المجتمع العربي ورسالة مهمة جدا يؤشر لقرب نهاية الحرب على غزة بعد بناء استكمال من بناء الميناء، يعني الحرب ستبقى حتى شهرين حتى استكمال البناء بناء الميناء. طبعا كل تلك المعطيات بالإضافة إلى ما ذكرناه في البداية الخلافات الغربية الأمريكية التي أوصلت الدول الغربية إلى التفكير ببناء حلف عسكري أوروبي شنغن أوروبي للتخلي في المستقبل عن الناتو وعن المظلة الأمريكية، بالإضافة إلى المفاوضات بين الدول الغربية نفسها بأنها تريد إيجاد عضو
ويملك القوة العسكرية والنووية، وهنا عرضت الدول الغربية على فرنسا قيادة الناتو في المستقبل، لأن فرنسا هي الدولة الوحيدة في الدولة الوحيدة في القارة الأوروبية التي تملك جيش كامل ومتماسك من العتاد والعدة. نعم، كل تلك المؤشرات خرجت إلى العلن ببيان مسؤول المفوضية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لأن كفانا حروب يجب هناك الصورة والرؤية. أنا بشكرك على كل هذه المعلومات، كنت معنا من بروكسل الأستاذ خالد زين الباحث السياسي، شكرا جزيلا.